رجال الاسعاف وزاره الصحه، معي الدكتور خالد مجاهد. التليفون معانا يا جماعه ولا؟ معانا الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. دكتور خالد انا برحب بيك، ومجهود كبير ايضا من رجال الاسعاف شايفينه على مدار الثلاث ايام ومساعده كبار السن. الو دكتور خالد مجاهد. أي يا فندم اتفضل. دكتور خالد انا برحب بيك. اولا احنا كنا في مداخله معك امس وكان في بعض الحالات المرضيه وربما كان في هناك حاله وفاه، عايز اتكلم عن تفاصيل اليوم الثالث، الاجراءات ماشيه ازاي لحد دلوقتي، وبتكلم كمان عن دور رجال الاسعاف في مساعده كبار السن. يعني خليني في البدايه طبعا زي ما وضحت لحضرتك بالامس ان غرفه الازمات منعقده في وزاره الصحه برئاسه معالي الوزير الدكتور احمد عماد الدين راضي، وعندنا ممثله فيها كل القطاعات وبتتابع مع 27 غرفه ازمات على مستوى المديريه. يمكن اخر بلاغ او اخر تقرير ورد الي من غرفه الازمات صباح اليوم انه عدد الحالات المرضيه زي ما وضحت لحضرتك بالامس عباره عن مغص معوي وارتفاع في ضغط الدم ووجود في الدوره الدمويه، عدد الحالات المرضيه يمكن وصل ل 265 حاله. طيب دكتور خالد بس للتوضيح، دكتور خالد لحضرتك سامع للتوضيح، الحالات المرضيه ديت دي الحالات المرضيه اللي كبار السن او بعض الحالات المرضيه اللي حابت تساهم او تشارك في الانتخابات الرئاسيه وبالفعل بالزبط. رجال الاسعاف قاموا بدورهم ولا حصل لهم حالات مرضيه اثناء التصويت؟ لا بص يا فندم، هي اللي بترصدها غرفه الازمات الحالات المرضيه المتعلقه بالانتخابات اللي بتحدث امام اللجان في الطوابير او داخل اللجان. بنتكلم عن قد ايه؟ بنتكلم عن قد ايه؟ 265 حاله على مستوى الجمهوريه. تمام. متبقي منهم اربع حالات فقط في المستشفيات وكله خرج خروج تحسن. تمام. وحاله وفاه واحده زي ما ذكرت لحضرتك بالامس. تمام. رجال الاسعاف موجودين قدام اللجان، يمكن يعني بيلفوا على اللجان كلها، احنا عندنا 2400 سياره اسعاف على 17000 لجنه، يعني كل سياره تقريبا بتاخد من 5 لـ7 لجان. تلقينا طلبات بالامس واول امس من بعض المرضى او المواطنين كبار السن الموجودين في المستشفيات واللي مش قادرين ان هم ينزلوا يروحوا ينتخبوا وحابين يشاركوا في الانتخابات. تمام. ففحصنا هذه الطلبات وفي بعضها قدرنا نوفر لهم سيارات اسعاف حسب الحاله الصحيه وحسب معتقد الطبيب المعالج، وبالفعل تم نقلهم للجان الانتخابيه وقاموا بإدلاء اصواتهم واعدناهم مره اخرى للمستشفيات. طبعا طيب دكتور خالد بالنسبه للي متواجدين في منازلهم وحابين ان هم يشاركوا في الانتخابات الرئاسيه، هل برضو بيكون في اجراءات ميسره من قبل الاسعاف والتواصل معاهم ولا لا؟ موجود في منزله حاله مرضيه؟ اه وحابب انه يشارك في الانتخابات. ايوه لو هو مريض يا فندم ومش قادر يشارك بنحصل على موافقه الطبيب المعالج اولا. دي اهم حاجه في الامر، وكده ممكن نوفر له سياره اسعاف يتم نقله بها، لكن الامر بيعود اولا واخيرا الى الطبيب المعالج والحاله الصحيه. تمام. والتواصل بالارقام الموجوده طبعا بالنسبه لسيارات الاسعاف هي نفس الارقام. اه يا فندم 123 و137. تمام. طوارئ وزاره الصحه 123 سيارات الاسعاف و16474 لو اي شكوى عند اي مواطن. تمام. أنا بشكر حضرتك دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة وبنشكر